وتفقد الطير فقال ما لي لا تزود من التقوى فإنك راحل وسارع بالخيرات في من يسارع فما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. مر بجنازة على المصطفى صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر بن الخطاب وما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الجنازة الأولى أسليتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأما الجنازة الثانية أسليتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الجمع الطيب الكريم في ليلة التكريم للأم الراحلة الكريمة باسم عمود آل السويدي اسم الحاج محمود السويدي حاج محمد السويدي والأستاذ أمير السويدي حاج مجدي السويدي والحاج السيد السويدي والحاج غريب السويدي وكل آل السويدي الخاص نيابة عنها أتقدم بكل شكر والتقدير لكل من حضر إلى هذا المكان ليقدم لهم واجب العزاء. شكرنا لرجل الواجب الحاج سعيد الألفي والحاج محسن عرام وكل من حضر معهم يؤدي واجب العزاء. عود طيب إلى القرآن الكريم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا وما جناء ذلك يا رسول الله؟ قال تلاوة القرآن وذكر الله. فمع القرآن الكريم وذلكم القارئ صاحب الصوت الجميل والأدب الرفيع والخلق العظيم صاحب الدقة في الأداء والإيمان في الصوت والحكة والفهم والأحكام فخر القراء الشرقية فضيلة القارئ العالم محمد صابر بهنساوي أبو النيم القارئ والمقيم بالشبرا ومركزه هي محافظة الشرقية سائلين المولى عز وجل أن يرزقه الأحكام والتجليات وأن يرزقنا جميعا التدبر وحسن الإنصار. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة يدير فليتفضل للقراءة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله
واستغفر الله ولا تكن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان
وما يضرك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرك من فضل الله عليك عظيما. من سورة النساء عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة وزالكم العلم القرآني صاحب الدقة في الأداء والجمال في الصوت والحنكة والفهم في الأحكام فخر قراء الشرقية والمقيم بشبراوي مركز هيئة محافظة الشرقية فضيلة القارئ العلم محمد مساوي أبو القارئ والمقيم بشبراوي مركز هيئة كبرى قصور الضيافة المتنقلة والولوات الأنوار والمصابيح الذهبية الحديثة أستاذ عبد الكريم حجازي وأولاده أم رمان الزقازيق شرقية كبرى الهندسة الصوتية الدولية المتميزة أولاد الشيخ عباس مرسي إدارة ولده المهندس رضا عباس كراديس مركز زيارة بنية محافظة الشرقية الخدمة الفندقية الممتازة شاد الصغير بني عبان الزقازيق شرقية وحدة الفيديو والبث المباشر مصورنا الليلة لنراها كل يوم وليلة أستاذ أحمد الجعبري ضديت مضغم دقحني نسمع مع عائلات السويسي بالأخص يتقدمون بكل الشكر والدكتور الأستاذ الدكتور محمد محروس أستاذ الشريعة والقانون وكلية الحكومة جامعة الزقازيق شكرنا أيضا لرجل الواجب الحاج عصام عمارة والحاج محمد عمارة والحاج سيد عبد السلام أستاذ تامر سكران والمعلم صبري أبو سلامة ورجل الواجب والحاج سعيد الألفي حاج محسن عرام والكابتن جمال عرام شكرنا أيضا المحاسب محمود أبو زيد أستاذ عبد الحميد مصطفى مهندس مصطفى حمزة شكرنا الحاج محمود العشماوي والأستاذ لطفي محمد والحاج عزة عوض باسم عائلات السويس وعائلات أبو زيادة بالنخاس الزقازيق شرقية يتقدمون بكل الشكر والتقدير لكل من حضر إليه شكرنا أيضا أستاذ محمد البهنساوي الذي أتى من الشبراوين ليقدم واجب العزاء لوم الراحلة الكريمة شكرنا أيضا كابتن حمدي الزعملاوي وكل من حضر إلى هذا المكان ليقدم واجب العزاء
الدكتور محمد يتبقى ربع ساعة على هذا المعرض، والبلاغة الإيجاز لنا فيك 10 دقائق فلتر